ازاي تاخد حسنات الدعوة الى الله من غير ما يكون عندك قناة تنشر فيها فيديوهات او صفحة بتنشر فيها دعوة او بتخطب جمعة او بتقول دروس؟ ازاي تاخد هذا الثواب بدون ما تكون انت عامل اي شيء من الحاجات دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب في فيديو جديد. بصوا يا اخوانا، في تحديات قدامنا النهاردة لازم نكون على وعي بها. سواء انت بتسمعني داعية الى الله او مش داعية، راجل محب للاسلام او راجل يعني طبعا بتحب الاسلام لكن مش مجتهد للاسلام، لازم تفهم الواقع اللي انت عايشه. الواقع اللي انت عايشه بيقول ان النهاردة السوشيال ميديا والفيديوهات اليوتيوب هي اللي بقت مسيطرة على اعلام، مسيطرة على الاعلام اللي بيوجه للناس. يبقى القناة الإعلامية اللي هي للناس في العالم كلها دلوقتي الفيسبوك واليوتيوب والإنستجرام والتويتر والحاجات دي كلها. طيب أنا مش منشئ محتوى، أنا ما عنديش قناة دينية، ما عنديش قناة دعوية، ما عنديش صفحة نشيطة في الدعوة إلى الله، بس عايز أخذ ثواب. أنا مش معلوماتي قليلة، مش مجتهد، ما عرفش كتير في الدين. يبقى تعمل إيه؟ يبقى حضرتك تخش تنشر هذه القنوات وهذه الصفحات. يعني ايه يا اخوانا؟ بلاش بقى موضوع لما تشوف فيديو مفيد اللي انت ما تعلقش عليه او تعمل عليه لايك او تعمل عليه شير، تقول لي بقى انت بتعمل دعايه للقناه بتاعتك. ابدا، لقناتي ولغير قناتي اي محتوى مفيد حضرتك تخش وتتفاعل مع هذا المحتوى. ليه؟ النهارده اليوتيوب مش بني ادم له انفعالات وبيحب ده ومبيحبش ده. اليوتيوب والفيسبوك دول ناس او دي اجهزه او دي شركات شغاله بالذكاء الاصطناعي. اول ما بيشم كده اليوتيوب ان في شير كتير على الفيديو ده، يبتدي هو يعرضه على شريحه اوسع من الناس اللي متابعه اليوتيوب. الفيسبوك لما يشم كده ان في شير كتير في الدقايق الاولى من الفيديو ده او من المنشور ده، يبتدي خوارزميات الفيسبوك او اليوتيوب يبتدي ينشروا الكلام ده على شريحة اوسع. ليه؟ لان الفيسبوك واليوتيوب وغيره بيحب المحتوى الحلو، لان ده معنى كده الناس هتقعد عنده اكتر لان في محتويات حلوة. طيب امتى الفيسبوك واليوتيوب بيشموا الكلام ده؟ لما يلاقوا تفاعل كتير مع المحتوى ده. تفاعل زي اللايكات، زي التعليقات، زي الشير. فانت النهارده ممكن تخش السوشيال ميديا وانت مش معندك اي فيديو ولا اي قناه، لكن داخل تجاهد في سبيل الله بحق. اوعى تتريق وتقول انت بتجاهد وانت على السرير. ايوه انا بجاهد وانا قاعد على السرير، ما بشوفش فيديو كويس الا واشيره. طب انا صفحتي ما فيهاش حد يسمع الكلام ده، حتى لو ما فيهاش مجرد التشهير انت وانت وانت تشيره، الذكاء الاصطناعي بتاع الفيس يقول لك لا الفيديو ده كويس، فيعرضه على شريحة أوسع، فالعلم ينتشر والمحتوى المفيد ينتشر والدين ينتشر. خاصة إن الفيديوهات الدينية ما فيهاش الإبهار بتاع الفيديوهات اللي هي أي كلام دي. فبالتالي إحنا دورنا ما نبقاش سلبيين. يعني أنت لا عامل فيديو ولا عامل دعوة ولا عامل تفاعل، هتخسر إيه لما تتفاعل؟ لازم تتفاعل، لازم تتفاعل. أي حاجة عجبتك، بص خد مبدأ كده، الحاجة اللي تعجبني لازم لايك وتعليق جزاك الله خيرا وشير. انا خسران شيء يا اخوانا؟ هو الفيسبوك يقول لك هم 10 شير في اليوم، انت ممكن تشير 30 لحاجه في اليوم، ولما تشير انت بتاخد ثواب اي، ان شاء الله واحد بس هيستفيد من الفيديو ده، صاحب القناه خد حسنات وانت خدت حسنات. ولو دخلت بالنيه دي انت ممكن تاخد ثواب كبير جدا، لانك كنت سبب في نشر المحتويات الدينيه النافعه، الدين الصحيح. بس بالله عليك اوعى تنشر بقى اهل البدعه واهل لا، ننشر العلم الصحيح ونستعين بطلاب العلم واهل العلم عشان يقولوا لنا المحتويات دي جيده وتنشر لها ولا لا. لكن نبطل موضوع السلبيه، لان التحديات كبيره جدا جدا جدا، ولازم تكون جندي في هذه المعركه. حتى لو مالكش قناه او مالكش حاجه معينه وراجل يعني يا دوبك كده عندك المامات بسيطه بالدين، لا ممكن تكون جندي فعال. الكلام ده خطير جدا ومهم جدا، اللي انت تتفاعل دائما 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 علشان ينتشر هذا الخير على شريحة أوسع وأكتر، ويكون لك رصيد من الحسنات بقدر إسهامك في نشر هذا الخير. دعم الفيديو بشير ولايك وكومنت وشارك في القناة. أشوفكم المرة الجاية، مع
والسلام عليكم.